المجرم ادانا مهلة 24 ساعة. عايز حاجة؟ أنا مش هسيب الموضوع ده. وأنا إيه اللي يخليني ما أذبحكش دلوقتي وأدفنك مطرح ما أنت واقف كده؟ إحنا لازم نهرب من هنا. ارفع إيدك! قول لي ما هتسامحها. ركبوا البوكس. كاي! انت عايز تقتلني؟ هنزل بس ما حدش يتعرض لي. انا حقي باخده ملكي. انا لمست شنطه من اللي هو صالح هقتلك. اللي هو صالح هيبات في بيته الليل. عمر فين؟ يعني انت متوقع انه يجي؟ هنشوف. بس واحد فينا لازم يحتفظ بعقله. مجنون يعني؟ أكتر من مجنون. حالة فريدة من نوعها، عنده حالة كراهية شديدة للمجتمع. حلو. زي ما الدكتور قال لك، حالته خطيرة جدا. خطوة واحدة قربت فيها، هقتلها. الفيلم خلص يا دكتور. الدكتور صبري استشهد. إلا من سيب لينا وانا هخرجك. اخرك هنا شهيرة. حاجة دي فيها يا شهيرة؟ مفيش تقول ايه، هخرج من هنا الاول. اللي انت بتفكر فيه ده جريمة. والله العظيم لو ما بطلت ولا دب الحقنة في ايدي. لا يستحيل اعمل حاجة تجرح في انا محتاجك في خلة. هتتكلم غصب عنك. ابعد انت صبهولي. تعالى. ده ما كانش اتفاقنا يا كابتن. انا غلطان دخلتك. اتكلم اسمع. التلاجة دي فيها طرد مهم. انزل يلا بسرعة. انزل. مين صاحب الكشك ده؟ صاحب الكشك ده ابراهيم ابو شادي. يا هو فين؟ ابراهيم ابو شادي مات من حوالي سنه وشويه كده. ماشي. اثبت اي حركه هضربك بالنار. هجيب المفتاح من ورا الثلاجه. افتح الثلاجه. مش كان في اتفاق بيننا؟ لا لا. ده كان عنده خيط المجرم اللي حدف اللي هو صالح. عشان كده هربته. وايه ده؟ النص التاني بتاع 10 في رمضان. ثانية واحدة. النهاردة كان يوم صعب. حاولي ترتاحي. اوكي. ليلى. خد لي موبايلك جنبك عشان اعرف اطمن عليك. خلي بالك من نفسك يا عمر. الفيلم ده وراه ايه؟ عايز يثبت ان جد في تهديده
عشان نفرج على الثلاث مساكين. ده بعده، الحكومة مستحيل توافق. هو عارف انها مش هتوافق، بس بيضغط علينا. واللي هو صالح، الأمر الوحيد ان احنا نوصل له قبل المهلة ما تخلص. جبت عنوان محمود حسين؟ ايوه، 37 الجسر براني تورا. الواد ده حرق محكمة شبرا قبل كده. ماشي. احمد فين؟ احمد مش هنا، وديته عند ماما. ليه؟ كان عندي مشاوير ما رضيتش اسيبه في البيت لوحده. مشاوير كترت الايام دي يا هانم. انت بتلمح لايه؟ انا ما بلمحش، اظن انت عارفه كويس انا اقصد ايه. وده مضايقك طبعا صح؟ ما تتغريش في نفسك قوي كده، انت شخصيا ما تهمنيش. أنا يهمني إن ابني تكون أمه ست محترمة. أنا محترمة غصب عنك. والست المحترمة تسيب ابنها وتخرج كل يوم مع راجل غريب ما يربطهاش بيها أي علاقة؟ ابنك عرفان منك يا هانم، مش عايز يعيش معاك لأنك مهملاه. ابني محتاجني حتى لو هو نفسه ما يعرفش إنه محتاجني، ولو كان زعلان مني شوية فده أكيد بسبب القرف اللي بتقوله عليا قدامه. انت ام فاشله وهتضري الولد. انت اكتر واحد عارف ان انا مش فاشله، وانا تعبت معاك كتير قوي واستحملتك كتير، بس فاطمه هي انا ما كفرتش اني اتطلقت منها عشان تسمم عقل الولد وتكرهه في امه. انا همنعك انك تشوفه يا معتصم. حلو قوي، نروح المحكمه. احمد عندي في البيت، انا عديت جبته من عند امك. ولعلمك احمد مش هيرجع البيت لغايه لما امه تثبت انها ست محترمه وجديره بتربيته. انت ليه ممكن تعمل فيا كده؟ انت عارف كويس ان انا مش هسكت. اعلى ما في خيلك اركبي. معتصم، كل اللي احمد، انت عارف ان انا ما عنديش اغلى منه في الدنيا. عندك حضرة الضابط، ما هو لسه موصلك دلوقتي. باي باي. معتصم! لا 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 لا. السلام عليكم. صدق الله العظيم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عملت كل اللي قلت عليه يا مولانا، صليت وزكيت وابتعدت عن المعاصي وبتعبد ليل ونهار، بس بنتي لسه في غيبوبة. كله بأمر الله، وانت ربنا هيأمرنها تقوم بالسلامة. محدش يعرف طول الطريق غير لما يوصل لنهايته. ازاي اعرف ان ربنا رضي عني وحيؤمر بشفاء؟ لازم يكون عندك ثقة في ربنا. سيدي احمد البدوي وقف في وسط الصحراء وقال للفلاحين ارموا بذوركم هنا. قالوا له انت مجنون، الارض هنا ملحة وعمرها ما هتنبت، دي حرفتنا واحنا نعرفها اكتر منك. قال لهم وانا اعرف ربنا اكتر منكم. الفلاحين رموا البذور والارض نبتت وطلعت محصول اكتر من الطينة السودا. يا مولانا انا مش محظوظ زيهم. اصبر يا صبري، انت هتيجي معايا مولانا عشان ترقيها بنفسك. انت بعد اذنك يعني، انا عايز اعرف إذا كانت بنتي عايشة ولا ميتة. حاضر.
لا حول ولا قوة إلا بالله. كلهم بيقولون إنها ماتت مولانا. حيث المشيئة يوجد طريق. المجتمعان غير في إشارة، حركة بس منها أعرف إنها عايشة. لو شاء ربنا حتلاقي طريق للحياة. بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرته، يا أرحم الراحمين، أذهب البأس، لا كاشف له إلا أنت. أسأل الله رب العرش العظيم أن يشفيها يا رب. أسأل الله رب العرش العظيم أن يشفيها يا رب. أسأل الله رب العرش العظيم أن يشفيها. علينا يا رب، علينا يا رب. مولانا، الدم، العلامة مولانا. الإشارة مولانا، الدم. لا حول ولا قوة إلا بالله. كان قاعد معايا وبنتفرج على التلفزيون سوا وشوفنا خبر حرق المحكمة. دعيت من قلبي على اللي عملها وقلت ربنا ينتقم منه. ومحمود عمل ايه لما عرف؟ انفعل وقال ده ارهاب، مفيش ساعة زمن والحكومة جت خدته واتهموه بحرق المحكمة. بس ده ابني وانا عارفاه ما يعملهاش، ده متفوق في دراسته وبيصلي الفرض بفرضه، يبقى يحرق المحكمة ليه بقى؟ ابوه فين يا حاجة؟ ابوه من ساعة ما ابنه اتحبس وخد حكم وهو زي المجنون رايح جاي في البيت، ولا بياكل ولا بيشرب. انا ما شفتش حد زهقان وكاره الدنيا زي الراجل ده ابدا. وفجاه صحيت ما لقيتهوش، خرج وما رجعش. من امتى الكلام ده؟ من سنتين يا بيه. محمود ليه اخ اسمه مهاب مش كده؟ ايوه، مهاب الكبير، مهندس الكترونيات، وكان عنده ورشه هنا لتصليح الاجهزه في الشارع. معلش يا حاجه، انت ليه بتقولي كان؟ اصله قفل الورشه يا بيه. قفلها ليه؟ خرج ورا خر يدور على ابوه وما رجعش. والبيت فدي عليا يا بيه بعد ما كنا عيلة وبقيت قاعدة لوحدي. مالك يا حاجة؟ قصدي صدري بيوجعني يا بيه لما بزعل أو بتضايق من عدم المصانع اللي حوالينا. بقالي 30 سنة بتنفس عدم المصانع. كنت بروح الجامع اللي جنبي هنا للدكتور، بس بقالي مدة مهملة في نفسي. هعيش لمين وهتعالج لمين يا بيه؟ معلش، بعد اذنك يا حاجه ممكن نبص على البيت؟ اتفضلوا يا ابني، زمايلكم فتشوها يجي 100 مره، كل واحد سايب اوضته زي ما هي على حالها. اتفضلوا. بقولك يا وزن، المره دي اخر فرصه ومش عايز حوارات. هشام المصري هيقابل وجه رب كريم الليله دي، تمام؟ ماشي. عايزك تظبطي دي لو انت ما تبخليش عليه عشان يتخدر ويقابل لك وننجز بقى. يلا وز. طب وشهيرة؟ شهيرة انا عايزها في حوار. لا انا مش هنزل الا لما اعرف انت عايز شهيرة في ايه. مالكيش فيه عزة؟ لا انا لازم اعرف انت عايز عزة. هتعصب. يلا. بقولك يا وز، عايز الابتسامة الحلوة. ماشي؟ يلا. شهيرة تعالي اقعدي جنبي. ردي يا حلوة. اهلا، اتفضلي.
تعمل لي الكاس؟ القانون الدولي، القانون الجنائي، كلها كتب قانون. هو مش القانون بيمنع المصانع بدون ترخيص؟ أمرني. المفروض يقفلوها. حاضر حاضر، هقول لهم انا. وانت كمان بقول لهم، مش انت الحكومه برضو؟ انا اقول لهم. ماشي. انت بتقول حاجات غريبه اصلك. ناصر، الرسالة وصلت. رسالة ايه؟ لمي بتاع الأمن. هو اللي اغتصب غاد. أنا شفته. أنت مش عايز تفوق، مستمر اللي أنت فيه. متأكد، متأكد. شفته بعناية. شفته فين؟ أنا نايم، ربنا بعت لي رؤية من عنده. رؤية ايه يا صبري؟ انا عارف انك شايفاني مجنون. انا نفسي بقيت حاسس اني مش طبيعي وغريب، بس ربنا مش هيلعب معايا. ربنا مش هيلعب معايا. انت مش نبي ولا ولي عشان ربنا يبعت لك رسالة او يبعت لك رؤية. عمرك ما هتفهم الكلام اللي انا بقوله ده. عمرك. انت حزين، حزين على بنتك ومستحوذه عليك الحاله اللي حصلت لها. مش هفهم كلامك، لان كلامك ما يتفهمش بره حدود العقل. انت محتاج علاج، محتاج دكتور. الحمد لله الذي هدانا الى هذا. الحمد لله الذي ارى ما نرى له الطريق. لقد ابصرت طريقا الى نور. لا لا، الحمد لله. انا ما بحبش اكذب على نفسي. انا عارف طبعا في فرق سن كبير قوي بيننا، بس اول ما شفتك حسيت ان الدنيا اخيرا ضحكت لي. بس أنا شفت أيام مرة أوي. أنت جميلة جدا، لكن مش بس جمالك هو اللي شدني ليكي. أنت فيك حاجة غريبة شدتني ليكي أنا نفسي ما أعرفهاش. أنت فاهم أنا أقصد إيه؟ فاهم. أحمد، ماما، انت ايه اللي جابك هنا؟ ايه ده؟ انت مش مبسوط ان ماما جاية تروحك؟ كنت عايزة اكمل الرحلة. الرحلة خلصت. ماما، ممكن تقري لي على البالونة ده؟ هو انت مش بتعرف تقرا؟ هو بعرف، بس مش فاهم الكلام المكتوب. انت ما تقدرش تحرمني من ابني يا معتصم. انا ههد الدنيا فوق دماغك كله. لابني يا معتصم،
انت عارفني انا متهورة وممكن اعمل اي حاجة عشان احمد. احمد لازم يرجع البيت، انت فاهم؟ احنا شبه بعض قوي يا بيركو، ولسه مكتشف الموضوع ده دلوقتي. في ايه؟ لما تبقى فاكر نفسك انك غامض ومش مفهوم وتكتشف ان في حد فاهمك كويس قوي، عارف انت بتفكر في ايه حتى من غير ما تقول. في مهنة غير مهنتنا كنت قلت ان ده حب، لكن الشغلانة بتاعتنا بتموت الحب. ايه؟ في ايه؟ اركب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. غطيت على موضوع الولد ده اللي جالي المستشفى وبعدته خالص عن الشرطة زي ما طلبت انت. انت دلوقتي في الأمان. كله بعد فضل الله بفضلك يا دكتور. فضل من الله، فضل من الله، الحمد لله، الحمد لله. انت شفت منكر وما رضيتش توقف ساكت، ربنا بعتك ليا. عارف يا دكتور، انا مريت بمحنه كبيره قوي بس ربنا نجاني منها والحمد لله، اختصني برؤية عرفني فيها مين اللي اغتصب بنتي ودمر حياتها. بلغت عنه؟ لو روحت للشرطة مش هيصدقوني وهيشوفوني مجنون. أنا مصدقك يا دكتور. أنا مش عارف، أنا عايز العدل والحق، حقي بنت، حقي بنت. بس في حاجات مش هقدر اعملها. بأمر الله انا اقدر اعملها يا دكتور. ان انت ما خليتش قدامي طريق تاني.
يالف. لو فتحت بقك بكلمة هقتلك. اركب. ارمي يا ابن العيال دي في الحجز دلوقتي. حضرة الضابط، عايزة ايه؟ أنا عندي ابني عنده 7 سنين في حضانتي، أبوه خده مني من غير علمي. طب وفيها ايه لما الولد يبات ليلة مع أبوه؟ واجبك إنك ترجحهولي. بقولك ايه؟ أنا طالع عين أمي من 6 الصبح ومش شايف شبر قدامي. أنا مش مسؤولة عن الإرهاق اللي أنت فيه، ومتمسكة بحق إنك ترجعلي ابني. تعالي بكرة نشوف الموضوع ده. لا دلوقتي. أنت بتشتغلي ايه بالظبط؟ محامية. آه، عشان كده فاكرة نفسك فوق القانون. ده على أساس إن أنت القانون؟ والله لو مش عاجبك روحي اشتكيني. لو في حد عندك يا ابني دخله. نسوان فاضيه، في ايه يعني اما الواد يبات ليله مع ابوه؟ هو اكيد مهاب، اخوه اتسجن وابوه اتجنن، يعني عيلته كلها اتدمرت. جواها غير اللي يحرق بلد. بس في حاجه مش قادر ابلعها، اللي يخليه يحرق لنا مكان ابوه كده طالما ابوه بيساعده في خطته؟ مش شايفه غريبه دي شويه؟ يمكن عشان مهمته انتهت. لو بيحرقها لنا يعني؟ يمكن عايز يكبره ويرجع البيت، امه لوحدها وتعبانه. كويس، يلا يلا. ايه ده؟ بص، سيب لنا الباب مفتوح، يعني خلي بالنا ممكن يكون عامل لنا كمين. الان خليك هنا. الان ليه يا عم؟ يلا بينا. الريحة دي شمم بيت قرف أمه.